هؤلاء الذين سيتهمونك بناء مستقبل، واسع أنت الوحيد القادر على بناء مستقبل. إذا أردنا أن نبني مصر فأنا نقطة في محيط وفلك وملكوت مصر، وأنا لست محيط مصر ولست فلك مصر ولست ملكوت مصر، أنا نقطة فقط، ولا تستطيع هذه النقطة أن تبني شيئا إلا إذا تكاتفت معها كل نقط وتكون محيط أو نهر أو بحر. مفيش حد يقدر يشيل الشيء لوحده دلوقتي، ولابد أيضا أن نثق في أنفسنا وألا نحبط وألا يهزمنا أحد مطلقا. أعداء مصر كثيرين كثيرين من الداخل ومن الخارج، وهم يروجون الإشاعات، وهم يريدون لمصر أن تتأخر وتكون من الدول اللي كانت بتتكلم عليها مختنا بسمة اللي هي بتعيش على ضفاف التاريخ. كيف نعيش على ضفاف التاريخ ونحن الذين صنعنا التاريخ؟ أبدا، عيب وسبة وكبيرة كبرى أن نكون نحن من نعيش على ضفاف التاريخ أو على هامش التاريخ أو ما بعد التاريخ. لو لم يتوفر عنصر الإيمان والرؤية والاتصال بالله سبحانه وتعالى لم نستطيع أن نبني مستقبل، حتى مستقبل أسرتنا، لأنها منظومة راسخة في أفئدة المؤمنين وحقيقة عملية في مجالات المجتمعية المختلفة. إن آمنا بنينا، إن آمنا تقدمنا، إن آمنا صنعنا حضارة، إن آمنا كتب التاريخ عنا. التاريخ ما بيكتبش عن عشوائيات فكرية، التاريخ بيكتب عن إنجازات حضارية تركها من صنعوا هذه الحضارة التي سعى التاريخ لكتابة حروفها للمستقبل اللي احنا عايزين نبنيه. بدون إيمان وبدون انتماء لوطن وأمة وتاريخ وحضارة وثقافة وتقاليد وإرث قوي، إرث آباء وأجداد وأعمام وخلال وحدة وطنية متكاملة فيها كل مكون مجتمعي، كل مكون مجتمعي في مصر هو جزء من تاريخ مصر وجزء من حضارة مصر وجزء من مستقبل مصر. الإحباط ليس أو اليأس ليس من الكلمات التي نستعملها مطلقا أبدا، وإن يأس الأنبياء ما تركوا هذه الرسالات خالدة لنا. كم من الأنبياء قتل وعزل وشرك وطول كلهم لكنهم صبروا. يبقى العنصر الثاني بعد الإيمان الصبر. أول الشهداء في الإسلام كان سمية عليه السلام رضي الله عنه، ثم أمروا الهجرة إلى الحبشة، ثم أمروا إلى الهجرة إلى المدينة، ثم عادوا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حقق هذه المنظومة في 23 سنة وهو المؤيد برسالة السماء والمؤيد بالملائكة والمؤيد بخيرة الصحابة وخيرة الناس من البشر، خد 23 سنة، فاحنا عايزين نغير تاريخ مصر في 6 أشهر ولا سنة ولا سنتين ولا 5؟ لا يمكن. لما بنيت الأهرامات لم تبنى في يوم أو في ليلة أو في شهر أو في شهرين، بنيت في سنوات. مشاريع استراتيجية، العلوم التي وصل إليها القدماء المصريين والتراكمات العلمية والإرث التاريخي والذكريات المؤسسية لم تكتب وتصنع هذه الحضارة في يوم أو في سنة، استمرت هذه الحضارة لمئات السنين وما زالت خالدة إلى الآن. ليه؟ لأنه لم يستطيع أحد أن يعلو بحضارته على حضارته، وإن لم يكن عندنا هذا الإرث التاريخي والانتماء للوطن والصبر والمصابرة والاستباق مش هنصنع مستقبل.
مش هنبني مستقبل. مستقبل مش كلمة حدوتة في الفاضي، مش مظاهرة في الشارع. البناء مش مظاهرة، مش هوجة، مش وقفة، ده استمرارية منظمة، ده عمل متكامل، ده رؤية واضحة لتحقيق هدف مش ليك أنت شخصياً للمجتمع. في إنكار الذات، في التجرد، في التواضع، في خفض الجناح، في كل هذه الإيه؟ المكونات الشخصية لكل واحد فينا. أبداً عمر المستقبل، المستقبل ما بيكونوا من المغالين أو من الطغاة. بيكونوا من أمثالكم المؤمنين المتواضعين المتجردين ها الصابرين والمستبرين. مش صبر بس، خلي الصبر يصبر على صبرنا. انا اصلا عايز ايه؟ ضربة حظ. البليه لفت معاك، مش بليه برضك ولا الحاجه بعد البليه؟ البليه لفت معاك. لعبت، شفت بقى؟ مبروك على مبروك؟ ورلش يا رل. ورل بعد كده ايه تيجي بعد كده؟ ده ما ينفعش، عمره ما يبني حاجه. ده ياخد له سرقه يشيل له حاجه كده بسرعه، لكن مش هيبني بيها بناء، ببناء. مش هي حتى في الكوره. مش ضربة حظ بتجيب الجون في اخر خمس دقائق. افراد ضاع كل مره. لكن الفريق يستمر يلعب من الدقيقه الاولى للدقيقه 90 للدقيقه 91 92 93 علشان في النهايه هو عايز يحقق الايه؟ ال مش الـ مش الـ مش الفوز في الماتش، اللي هو الفوز في بطوله الدوري او المسابقه الكليه. فلما ننظر احنا في حياتنا العمليه واحنا كلنا بنحب نتفرج على الكوره او الرياضه، نجد ان الفرق اللي بتعتمد على الحظ ما بتاخدش الدوري ولا الكاس. ها؟ لا ما بتكلمش عن اي فرق، انا قصدي الزملكاوي. انا قصدي الزملكاوي ولا اهلاوي. أسمنت أسيوط. أسمنت أسيوط. في المنيا التليفونات اسمها في المنيا.